والحق أقول لكم أيها المؤمنون إنهم لن يستطيعوا قتل الحسين عليه السلام، لأن الحسين عليه السلام وثورته الإلهية التي قامت على التنصيب الإلهي باقية بكم أيها المؤمنون. أما هم فعندما يدعون أنهم يبكون على الحسين أو يزورون الحسين عليه السلام فإن الحسين يلعنهم، لأنهم قتلته في هذا الزمان، لقد حاولوا هدم الثورة الحسينية وتضييع هدفها، ولكنهم فشلوا وعاد الشيطان مخزيا. بعد أن تلاقفت أيديكم الطاهرة شعلة الثورة الحسينية، وبعد أن قررتم الحفاظ على هدفها المبارك حاكمية الله في أرضه بدمائكم الطاهرة، أحمد الحسن عبد ضعيف لا يملك إلا يقينه أن لا قوة إلا بالله، ويقينه أنه لو واجه الجبال بها لهدها، ونعلم أنهم يملكون أموالا طائلة تغدق على من يعبدهم من دون الله، وآلة إعلامية ضخمة، ودولة وسلطة تطبل وتزمل لهم، وأمريكا التي يرضونها وتطيعها، وأنا أعلم أنهم يملكون الكثير في هذا العالم الجسماني، ولكني سأواجههم بهذا اليقين، وسأواجههم بهذه الكلمة لا قوة إلا بالله، سأواجههم كما واجه الحسين وأسلافهم، وسيرى العالم كله كربلاء جديدة على هذه الأرض، كربلاء فيها الحسين وأصحابه قلة يدعون إلى الحق وإلى حاكمية الله، ويرفضون حاكمية الناس وديمقراطية أمريكا وسقيفة العلماء غير العادلين، كربلاء فيها شريح القاضي وشمر بن